المزيد حول اليوم الأول من فتح باب الترشح يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. إليك كريم. اليوم الأول بالهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وانتخابات الرئاسة 2024. انتهى اليوم الأول بالفعل منذ دقائق، وأغلقت اللجنة اليوم أبوابها لاستقبال طلبات المرشحين. وبالطبع كانت الكلمة الأخيرة للمستشار أحمد البنداري رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات بأن لم يتقدم أحد اليوم للترشح. بالطبع كان هناك أيضا كلمة من قبل للمستشار أحمد البنداري التي تحدث فيها عن آليات الترشح وأيضا المؤهلات التي ممكن أن تؤهل هذا المترشح والأوراق التي ممكن من خلالها استيفاء عملية الترشح لانتخابات 2024، وتحدث عن الكشف الطبي في ثلاث مستشفيات وهم الشيخ زايد التخصصي ومعهد ناصر وأيضا مستشفى العاصمة، وأيضا تحدث عن ما هي مؤهلات أو معايير التقدم للشخص وأيضا الأوراق المطلوبة منه، المعايير الخاصة بالشخص في حد ذاته وأن لا يقل عمره عن 40 عاما، أن يكون مصري الجنسية، أيضا أن يكون أبويه لم يحصلوا على أي جنسية أخرى غير المصرية، وأيضا زوجته ليس لديها أي جنسية أخرى غير المصرية. أيضا هناك الأوراق الخاصة بالتقدم للترشح لملء لنموذج التقدم لاختيار رمز من الرموز وهو 15 رمزا لرموز الانتخابات. هذه الأوراق هي بالطبع عبارة عن ورقة الكشف الطبي بأنه خالي من أي مشاكل بدنية أو ذهنية من الممكن أن تؤثر على قيادته للجمهورية في المستقبل. أيضا بالإضافة لذلك هي ورقة الصحيفة الجنائية التي تشهد أن ليس له أو عليه أي أحكام جنائية أو أحكام أخرى تم الحكم فيها عليه. أيضا بالإضافة لذلك بطاقة الرقم القومي يمكن المرشح في حد ذاته أو الموكل عنه للتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات. 10 أيام منذ اليوم حتى أي 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، من 9 صباحا وحتى 5 مساء تستقبل الهيئة المرشحين المحتملين. في 16 أكتوبر يتم الإعلان النهائي عن المرشحين المحتملين الذين تمت الموافقة عليهم للترشح لانتخابات الرئاسية 2024، وبعد ذلك بيومين بالطبع الطعون على النتيجة الخاصة بالسادس عشر من أكتوبر، وتستمر حتى 9 نوفمبر عملية الطعون والتظلمات بالموافقة على المرشحين. في 9 نوفمبر تكون الموافقة النهائية على المرشحين لانتخابات 2024، ومنذ 9 نوفمبر وحتى 29 هي فترة الانتخابات وفترة الدعاية الانتخابية التي تنتهي في 29 نوفمبر لتبدأ هذه العملية الانتخابية في 1 ديسمبر في الخارج، ويليها بعد ذلك في منتصف الشهر الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية.